عند تشغيل التطبيق لعلك قد تكون تعبت من رؤية البيانات الوهمية وتحتاج للنقر على زر ريفرش للحصول على بيانات حقيقية. سأريك كيف تعرض البيانات باستخدام الإعدادات الحالية. في جزء التوقع عدنا هيكلة التعليمة البرمجية، لذا عند تحديد زر ريفرش نستدعي طريقة المساعدة Update Weather. والآن بما أنها في طريقة المساعدة يمكننا أيضاً استدعاؤها من طريقة On Start. لقد أعدنا كتابة On Start بحيث يتم التحديث كلما تم بدء تشغيل الجزء، مما يؤدي إلى ظهور بيانات الطقس. سنتعلم كل شيء بخصوص On Start وبقية دورة حياة أندرويد في الدرس القادم. الآن يمكننا إزالة البيانات المزيفة عبر On Create View. بعدها ندخل قائمة مصفوفة فارغة إلى Array Adapter. بعد ذلك اضغط لفتح التطبيق. بعدها يفترض أن ترى بيانات الطقس الحقيقية في الحال ضمن Settings. يمكننا تغيير الموقع إلى رمز بريدي ثنائي. نضغط على OK ثم نعود إلى القائمة الرئيسية، ثم نرى أن بيانات الطقس قد تم تحديثها.